أحرزت قوات الجيش الوطني تقدمات ميدانية شرق محافظة الجوف عقب معارك مع الميليشيات الحوثية انتهت بالسيطرة على مواقع استراتيجية وتكبيد الأخيرة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة مع ميليشيات الانقلاب في جبهة الخنجر تمكنت خلالها من تحرير موقع الرقيب الأسود وبن عزيز وجبال غرب نقطة البرقاء، وأضاف المصدر أن المواجهات لا تزال أو ما تزال على أشدها وسط تقدم متسارع لأبطال الجيش الوطني، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وخسائر كبيرة في العتاد، إلى ذلك قتل ستة من قيادات الميليشيات الحوثي مع خمسة من عناصر الميليشيات بنيران أبطال الجيش الوطني في محافظة الجوف.